ده انا ممكن بعد اذنك لو بينفع انا بكره اقول رضا، يعني ان احنا عايز اعمل زوم ميتنج ما بيني وما بينك وما بين رضا وما بين الوكيل بتاعه. شوف امتى، لو بكره اي وقت انا موجود. يعني انا بص، انا رضا اتفرجت عليه كويس ولعيب كبير وانا عايزه في الزمالك. يعني انا لو اختار ما بينه وما بين شرقي انا بالنسبه لي احسن ان هو يجي. ف عايز بس اتكلم معاه واتكلم مع الايجنت بتاعه عديلة كده عشان نتكلم مع بعض، نظبط حاجة كويسة. رد عليا لو سمحت بسرعة.